قال رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري عادل ترك إنه تم الانتهاء من تنفيذ 98.5% من الأعمال الصناعية بطريق شبرا بنها الحر، والبالغي عددها 62 عملا صناعيا بعد تكثيف العمل خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. وأضاف أن عمليات التنفيذ تتم وفقا لقياسات الجودة العالية مع مراعاة عنصري السلامة والأمان بالطريق، مشيرا إلى أن هذا الطريق يسهم في تخفيف الضغط المروري على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعية، فضلا عن خلق محور جديد شمال الدلتا يرتبط مباشرة بالطريق الدائري الإقليمي.